اللي اتمنى ان تكون الرساله ايه وصلت. مفاجاه مفاجاه من العيار تقيل جدا 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 جدا، ان ممكن جدا حمدي النجاز تلاقوه في النادي الاهلي الموسم القادم. انباء من مصادرنا داخل النادي الاهلي انه تم التواصل فعليا مع حمدي النجاز المحترف في الفترة الحالية في ليتوانيا، اللي عقده هينتهي هذا الموسم، في صفقة انتقال حر ليكون هو الظهير الأيمن للنادي الأهلي مع بدايات الموسم القادم، لعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر. ودي طبعا يعني لو حدثت هتعمل على مستوى التعاقدات لغط إعلامي، إنما في الجزء الفني في ناس هتتفق وتقول أحمد فتحي أحسن منه، في ناس هتقول لك لا محمد هاني أحسن منه، هم هيقولوا لك لا هو أحسن منهم هما الاتنين. يعني هنخش بقى في في الحالة الجدلية دي، الصفقة لا مهمة للنادي الأهلي، الصفقة لا مش مهمة للنادي كده، الباكين هيبقى اليمين والشمال توانسة علي معلول والنجاز هما الباكين بتوعتهم. هتخش بقى فين إنما الخبر جاي لي كده من بعض المصادر اللي موجودة في النادي الأهلي، وبنقول يعني لأن لو إحنا ما قلناش غيرنا غيرنا هيقول. ريني فايلر بيستقر خلاص بشكل كبير قوي على إن قلبه هيجمد ويبتدي يدفع برمضان صبحي بداية من ماتش سموحة يوم 11 مارس، بعد ما وصلت نسبة شفا رمضان صبحي لأكثر من 90%. على الجانب الاخر استقر يقين كارتيرون على مشاركة يوسف اوباما في مباراة الترجي القادمة اللي هتبقى يوم الجمعة القادم ان شاء الله تعالى 6 مارس، صن داونز مع الاهلي يوم السبت 7 مارس، بعد ما نسبة شفاء اوباما برضو من الاصابة وصلت لنسبة 100%. الاتحاد التونسي بعد ما كانت هناك بعض الاقاويل ان فيروس كورونا ظهر في تونس وان انه قد لا تلعب المباراة بجمهور، طلع في بيان وقال ان جميع مباريات الدوري التونسي هذا الاسبوع سوف تلعب بجماهير بما فيهم مباراة البطولة الافريقية ما بين الزمالك والترجي. الشحن المعنوي هناك زي ما انا اتكلمت وقلت لحضراتكم على اعلى مستوى، يعني بس طبعا في اتجاه يعني في اتجاه فرقة عايزة تشجع لعيبتها وعايزة تشجع ناديها جماهير الترجي التونسي، انما ثقوا وتأكدوا تماما ان نادي الزمالك هناك هيلعب في وسط اجواء يعني تشجيعية خطيرة جدا، يعني خطيرة جدا 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 هناك التوانسة في تشجيعهم، لا يعني تقال يعني، انما ان شاء الله كلنا ثقة في قدرة لعيبة نادي الزمالك على تخطي العقبة دي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. نادي الزمالك هيقدر يعدي المباراة الصعبة دي باذن الله، والنادي الاهلي هيقدر يعدي المباراة الصعبة دي باذن الله، وان شاء الله هنلاقي الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقي تشامبيونز ليج الأفريقي. حلقتنا خلصت لغاية كده النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم احنا ابتدينا نقطع الحلقات، كل الأجزاء المهمة والأخبار المهمة بنقطعها لكم 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق 10 دقايق 11 دقيقة، يعني على حسب بقى الجزء الكلام والمعلومات اللي موجودة فيها ايه، وبننزلها لكم تباعا. لذلك يعني تابع، خليك متابع السوشيال ميديا باستمرار، كل دقيقة في جديد يا جماعة، كل دقيقة في جديد. صباح على خير وعلى ألف خير، وبكرة بمشيئة الله تعالى نلتقي على كل خير. سلام عليكم.